النهارده هنبدا نتكلم على التو ستيج شوت اكت. التو ستيج شوت اكت يعني احنا اتكلمنا قبل كده عن الوان ستيج شوت اكت، واتكلمنا عن السيمبل شوت اكت، بعد كده اتكلمنا عن الاسكورت والاسكورتك، اتكلمنا عن فولدد اسكورت اللي هو التخطيط الفولدد اسكورت اللي هو عباره عن تلسكوبيك ستيج وداخل فيه كده من الجنب الفلاش كتير بينشق فيه طياره. ده يعتبر سيمبل ستيج برضه. النهارده بتكلم على تو ستيج. ليه بنعمل تو ستيج؟ عشان الاجابه اكيد هتبقى واضحه ان احنا بنعمل تو ستيجز علشان نعمل تو ستيج عشان نعلي الجين. اكيد يعني بس مش هيبقى اي سبب تاني. لازم نكون احنا بنعلي بنعمل تو ستيج عشان نعلي الاحزان الخاصه. طب خلاص؟ بنعمل تو ستيج عشان نعلي السكر. هتبقى ضرورة ايه؟ ضرورة هتبقى ايه؟ الباور كونسبشن ماشي، الاريا هتبقى صحيح. ايه كمان؟ ها؟ ايه اللي خلاك مستوي؟ ها؟ صح، عشان هيبقى عندي تو ستيجز وبالتالي فورز هتزيد. فالاستابيلتي هتبقى اصعب. ماشي؟ الاوفر ده دايما بيتحط ده في فيدباك، لما بتعمل فيدباك على ستيج واحد، ده لما بتعمل فيدباك على كذا ستيج. فلازم ده هتخلي الاستابيلتي هتتأثر. هو هنا بيقول لك الفيرست ستيج لو انا اخترت يعني هو حاطط مثلا تو ستيج بتاعك اهو. قال الستيج الاولاني سيمبل وكامل، ابسط صورة، انفلكشن كبير ويوم كونكتر وده الأمر بتاعي. طالما ده الأمر ده ده بوزيتيف ده سيمبل ستيج. الجين بتاعه إيه؟ الفرنش كده سيمبل ستيج الجين بتاعه جي إم أربعة. أي جي إم؟ الديفولت كويس جي إم واحد أو جي إم اثنين. وأر أربعة المقصود بيها إيه؟ أر أربعة الديفولت بي اللي أر واحد. المقصود بيها أر أربعة تبقى باصص كده تبقى أر أربعة شبه إيه؟ اللي هي R أوت أم أربعة بارلل مع R أوت أم اتنين بارلل مع اللي أنت شايفه في الجي بتاع إم ستة اللي هو هيبقى مع النهاية. ده الجي الجي الأول. راح بدخلها على أمبليفاير. كورن سورس أمبليفاير. فين الترانس كونفكتور بتاعه؟ ترانس كونفكتور فين؟ ترانس كونفكتور زي إم ستة. حط فولتج دي طيارة جي ام والجيم بتاع تاني ستيج هو ايه؟ جي ام ار ار السطر اللي هو اتنين. انهي جي ام؟ جي ام بي مع ام 6 خد بالك ام 6 ده بي وار ار بوت في تاني سطر ده مقصود بيه انهي ار ار بوت؟ ار ار بوت بتاعت السيرفر ار ار من 6 فعلا مع ار ار بوت 8 تمام؟ هل كان ينفع بدل يبقى يحط الكومن سورس ستيج بالشكل ده يحط كومن سورس امبليفاير بس يبقى معكوس يعني يبقى الترانس كوندكتور ال واللود هو البي بحيث دي لو هننزلها هنا كده يبقى ده الترانس كوندكتور بتاعي ويبقى ده اللود بتاعي. هل كان ينفع يعمل كده؟ السؤال ينفع بس المهم ان الليفلز تسمح رينج يسمح رينج يسمح واضح انه ان الرينج ده في الاوت بوت كده ده هتلاقي الليفل المسموح ده اعلى لان انت ايه هو يقدر يطلع فوق مش محتاج يسيب ده في افكتف لانه اربعه من تحت لازم يسيب في افكتف هنا ولازم يسيب في افكتف هنا ولازم كمان ياخد في اعتبار الانبوت بيتحرك ازاي؟ اه
فممكن تلاقي المسافه بتاعته او الرينج بتاعه او الهيد رول بتاع النقطه دي من تحت مش كويس، فتلاقيه من تحت فوق، عشان كده احنا وصلنا من دي نص. ماشي؟ لما ترسم نفس الحاجه دي بس معكوسه، يعني انت الانبوت بتاعك داخل على في نص ديفرنشال كيرف وبيساوي الكلام ده بسيرفر ستيج امبليفاير، بس يبقى الان هو ترانس كوندكتور وبي هو اللود، فاكيد تقدر تعمل الكلام. المهم فيرست ستيج جي ام ار اوت، سكند ستيج جي ام ار اوت، يبقى التوتال جيم بتاعي جي ام ار اوت تربيع. طيب تقريبا طبعا مش نفس الجي ام ولا نفس الار، ده الدي سي جيم بتاعي، ده الدي سي جيم بتاعي. في اوت برانكس شو بقى هنا؟ الدي سي جيم بتاعي اتربع. الاوتبوت فولتج الرينج بتاعه ايه؟ شوف الدي بي دي كام؟ ممكن ينزل لغايه دي بي ماينس دي سي. لو انت اختار الدي بي ده بحيث على الاتش ممكن ينزل يبقى يا دوبك تسيب هنا 0.2 0.3 ولا حاجه، يعني ممكن ينزل لغايه تقريبا يعني قرب الجراوند، مش محتاج يسيب غير دي افكت فوق. برضه نفس الشيء طبعا على حسب دي سي فاليو بتاع الدي ار، يعني برضه ممكن يطلع فوق لغايه هناك. ولو كده قال لك ان الارض سول بتاعي سيراتيكي ممكن يبقى في دي دي ماينس 2 في دي فاليو. ومن هنا ياتي الادفانتج اوف ايه؟ سنجل دبل ستيج تو ستيج. انا لما كنت عندي تلسكوبك كان ممكن اوصل لجين عالي، كان ممكن اوصل لجين عالي، بس كان الترانزستورز فوق بعض الرينج بتاعي قليل جدا. ولو تفتكر المحاضره اللي فاتت قلنا ان انا هستعمله كفولتج فولور، عارفين الفولتج فولور اللي هو الامر اللي هو الانبوت، او هستعمل مثلا حاجه زي كده. ده له رينج معين وده له رينج معين، ولو انت هتعمل اللفه ديت يبقى لازم تشوف الانترسكشن ما بينهم، وتحنا قريب جدا لو انت بتستعمل تلسكوب. هنا قدرت احقق دي سي جيم عالي، وفي نفس الوقت عندي اوت رينج كبير، في نفس الوقت عندي اوت رينج كبير. تمام؟ طب ده بتاعنا لو اتحرك اوت رينج مثلا 2 فولت مثلا، دي حاجه حلوه كويس 2 فولت، والستيج دي الجيم بتاعها مثلا 7 أو 8 عشان تبقى رقم أسهل، هتلاقي ده هيخلك 2 فولت، ده هيخلك تغيير 2 فولت على 8 تقريبا، صح كده؟ طيب ده مش محتاج يتحرك كتير، حركة حاجة بسيطة، ده ممكن يتحرك حركة كبيرة، ده يمكن الميزة الدبل ستيج. وده الفولي ديفرنشال بتاعه. لو انت عايز تبقى الفولي ديفرنشال يعني لو عملت كده دي انبوت ديفرنشال ودي اوتبوت ديفرنشال، ده الفولي ديفرنشال بتاعي بالشكل ده هو تو ستيج. ستيج
يشتهي دي جي ام هرمون الستيج ده عشان هو الاستراتيج يديك جي ام هرمون تنميه يطلع كله جي ام هرمون تفعيل طبعا الجي ام هرمون جي ام هرمون لكن تأهيل لكن كله هرمون تقدر تديك زي داش جينز الاكل سوينج هل يتأثر؟ برضو الاكل سوينج ممكن يبقى كبير برضو الاكل سوينج ممكن يبقى كبير لان الاكل ستيج اخر ستيج هي ستيج بسيطه ما فيهاش ستاكينج كبير لو انت مختار اللبس مظبوط تقدر توصل لاكل سوينج كبير زي ما قلت لك تقدر الاكل بتاعك يتحرك في رينج 2 فولت وده بيديك مثلا 2 او 5 او 10 هتلاقي ان المسافات اكثر من 0.2 فولت بس الواي او الاكس اتحركها تقدر تشتغل تقدر تشتغل ازاي ان الاكسيوم فاليو او الكومن رول بتاع الاكس والواي يبقى بالظبط وكنت قلت لك مين اللي يظبط او مين اللي يسد الكومن رول فاليو بتاع الاكس والواي دي تحتاج لوب مش مبينه يسموها الاوتبوت كومن رول فيدباك كومن رول فيدباك يجيب دايرة يبص على الفاليو بتاعت الاكس والواي كام يشوف هل هي رابعة في الرينج اللي هو عاوزه ولا لا ولو هي رابعة رينج يقعد يروح يرجع كده حاجة ويلعب في الدايرة ممكن يلعب في الكام سوشيال لتحت أو حاجة تانية بحيث إن نظبط دايما الاكس والواي تديله كل مود ثابت معلم رينج هو مختاره والرينج ده ممكن رينج عالي شوية من غير ما يدخل الامن 6 وامن 8 في الساتوريشن وفي نفس الوقت يحاول يعلي الواي بحيث ان دي اوتبوت 2 والامن 1 في الرينج 2 ودي ايه فلسفه الصناعه حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ خش وقت ايه؟ هي بتبقى معضله شويه مش معضله على حاجه هي سهله في الرقعات خد بالك الاستابيليتي ما هياش مخصوصه بالتو ستيج والاهل الاستابيليتي دي حاجه عامه يعني اولويز هاف تو بي ديفرنت للاستابيليتي كويس لكن لو انت تخيلت قدام زي ده ده تو ستيج في الشغل وده تو ستيج ادي ستيج وادي ستيج عايزك تنسى السكند ستيج لو تنسى السكند ستيج يعني ايه؟ يعني نجيب اسكيكه ونمسح ام 7 وام 5 ونمسح ام 8 وام 6 وده بس السكند ستيج اللي عندك فقط وخد بالك ده مش ضروري انك تكتب ورقات يعني ايه ثلاثة ما هوش دوري كوماند ده واصل الـ VP الـ Current Source والـ Output بتاعي الفلاش ده كان فيه كام بول؟ في كام بول؟ Thank you.
WBB, WDD, WOUT. الفول بتاعي هنا عندي كباستر هنا في اللود تمام؟ وعطينا هنا الكباستر في اللود دي فالطبع بتاعي يعني عندي الفول واحد. الفول بتاعي الفول بتاعي هنا ايه؟ الفول بتاعي هيبقى CL في الريزستنس تحط صباعك كده كده تسأل نفسك الريزستنس هنا كام؟ سمول سيجنال ريزستنس هتشوف ايه؟ هتشوف أرقام اللي هي R R P فرق مع R R P تمام كده ويبقى الجين بتاعي هيبقى سيرت الجين عند ال D C اللي هو كان بيساوي G L مع R R على واحد زي S C L R تمام كده ده تيجي تقسمه هنا تقسم لي ماجنتيود لو سمحت تقسم فريكونسي of the radians per second of the earth 7 hours وترسم الجين كماجنتيود ال دي اي نوت اللي هي بتساوي جي ام ار اوتبوت ده دي سي كوانتيتي دي سي وبعدين هيجي عند قيمه معينه لحجم كده القيمه دي كام؟ القيمه دي عند الفول 1 على سي ام ار اوتبوت فدي بتساوي ايه؟ radians per second لو قسمت على 2 باي يبقى هرتز ماشي لو انا برسم لوج لوج يعني برسم 20 لوج الكلام ده versus لوج الاوميجا او لوجاريثمك سكيل يبقى مكتوبه ازاي؟ تبقى مكتوبه ازاي؟ كل ديكين كل ما تضرب في 10 كل ديكين كل ما ينزل 20 بس 20 decibels per decade يعني ايه ديكين كل ما تضرب الفريكونسي في 10 كل ما ينزل 20 ديكين الفيز بتاعي ده بيساوي ايه ده جي ال مع الاوتبوت على 1 زي جي اوميجا على اوميجا بي حيث اوميجا بي يساوي واحد على الكلام وخد الفيز بتاعي يطلع ايه؟ ماينس تان ماينس 1 اوميجا على اوميجا بي نفس الكلام ده برضه لوجاريتم سكيل هيطلع كام؟ لما الاوميجا بزيرو يطلع كام؟ بزيرو لما الاوميجا بما لا نهايه ناقص ناقص ولما اوميجا اوميجا بي ناقص 45 تيجي عند النقطة دي وتيجي عند الناقص 45 وتروح عامل علامة وبعدين تيجي عند الناقص 90 وتروح عامل علامة أو تعمل خط مشرق وتعمل كده ده الريسبونس بتاع الستيج غلط غلط مش المفروض أقول كده هو ده الريسبونس بتاع سنجل فول سيستم يعني فرست فانكشن فيها فول واحد تديك الكلام ده لو السنجل سيج بتاعتك فيها اكتر من فول مخدة بالسوبر مخدة بالبيض ولكن المخدة يبقى هتبقى مختلفة ملهاش علاقة سنجل سيج العلاقة بكام فول عند كم فول وكم زيرو لو عندي زيرو كان هيجي هنا ويكسر تاني فوق وده كمان كان هيطلع لفوق اللي انت شايفه ده a single pole system it's not big bang صح؟ خطو استريك خطو كنترول ده ايه؟ ده stable stable بمعنى ايه؟ stable يعني ايه؟ يعني انت لو خدت a single pole system one pole system وعملت فيدباك هيبقى ستيل هيبقى ستيل اكيد اكيد
single pore system. Stable. The single pore system that I think I have. Now, if I get on the pillow of most single pore system, one pore, HLS, one pore. Now, if I have pillow, step response, let's talk about the pain. أو تقول إن هو واحد على واحد زي الجي أوميجا تعمل له inverse Fourier response هيديك exponential هيديك ده اللي بتطلع كده ده الانبوت بتاعي الأوت بتاعي ده كده أنت عارف بقى إنه لو أنا عندي two pole system pole system فيها كده واحد على واحد زائد اس زائد اس تربيع يعني المقام في اس تربيع لو دخلت له ستيب ريسبونس يطلع هنا ايه؟ بتفيد نفسها بنفسها. بتفيد باي كاوزن. الكلام اللي بيتحقق
حقيقه لما بيتا في اتش اوف اس تساوي 1 بس 1 واحد يعني الفيز بتاعي ناقص 180 درجه 180 يعني 1 اي اس جي 180 يعني 1 اس 1 وبالتالي لو الفيز بتاعي درس 180 انا حققت نص الدرجه لازم تاتيني لان الشرط الناقص ظهرتني كل الشرط الثاني ان البيتا اتش اوف اس تساوي 1 أو أفضل واحد في الأسوأ كمان. صح؟ وبالتالي لو البيتا اتش بس تساوي ماينس 1 أو ماينس 1.1 أو ماينس 1. أي حاجة يعني الفيز 180 والماجنتيود واحد أو أكبر يبقى ممكن يحصل أوسيليشن. ممكن يحصل أوسيليشن. ده اللي بندور عليه. وبالتالي الـ 1 بير عمره ما هيبقى مستحيل. ليه؟ لأنه عمرك ما تقدر تحقق البارك هاوس كونتيتي، عمره ما يخلص من ناقص 180. It can never be unstable. الفريق حتى لو بتفايد ممكن تبقى بطيئة وكل حاجة، لكن عمرها ما تبقى بطيئة، عمرها ما هتترمي أساسا. بس it's always stable. المشكلة لو ده بينزل بيخبط في ناقص 180. أكبر من الزيرو دي بي هو 20 ضرب 20 ضرب 1 بتساوي زيرو فأنت لو بتتكلم عن دي بي يبقى نقطة الزيرو دي بي هي النقطة الصحية بتاعتك هي لما تجيب 1 لو النقطة دي أكبر من الزيرو ممكن يحصل أوسيليشن أقل من الزيرو مش هيحصل أوسيليشن وبالعكس بقى بالعكس ممكن كمان أبدأ إن أنا أبص ده بيخبط الزيرو فين وارجع اشوف فيز لو وصل ناقص 180 او تحديد يبقى مستوي لو لسه ما وصلش يبقى مستوي تشوف الفرق ده هو ده المارجن الصليبي او بيسموه فيز مارجن يعني فاليو فيز مارجن شوف ناقص 180 دي وارجع اشوف لو هو اكبر من واحد او اكبر من الزيرو دي بي يبقى مستوي لو هو طلع لك مثلا ناقص 2 دي بي يبقى الفيز يبقى الجيم مارجن بتاعك 2 دي بي. ماشي؟ يبقى في جيم مارجن وفي جيم مارجن. عشان السيستم يبقى ستيبل عاوز جيم مارجن معقول عاوز جيم مارجن معقول. مين اللي حمل الكلام ده؟ هو ده مثال اهو. جيم سيستم حلو وسيستم وحش. ازاي عرفت ان ده حلو؟ مسك نقطة الزيرو دي بي نزل لقى ان قدامه 20 30 درجة قبل ما يخبط في المية ناقص 180 يبقى عندي فيز مارجن 20 30 وبعد كده رجع شاف يخبط في ناقص 180 فين طلع فوق لقى تحت الزيرو دي بي مثلا ب 3 دي بي يبقى عنده جيم مارجن 3 دي بي يبقى فيز مارجن حلو وجيم مارجن حلو ده ستيبل ده مش ستيبل ده جه عند الناقص جه عند الزيرو دي بي وشاف الفيز طلع تحت الناقص 180 مبقاش عنده فيز واحد خالص بالعكس ده الفيز عدى الناقص 180 ده طلع ستيبل وفي نفس الوقت جاب 180 وطلع فوق لقى الجيم اعلى من الزيرو دي بي يبقى مستحيل. يبقى الفيز مارجن بتاعه في النيجاتيف يعني خلاص كسر الليمت والفيز مارجن بتاعه في النيجاتيف يعني كسر الليمت يعني ما بقاش ده مثال السيستم وده مثال السيستم حد يقول لي فيه شكل ايه؟ او ايه اللي هذا السيستم كده؟ يقول لك هذا السيستم كده. طيب بالظبط كده بالظبط حاجه ايوه ايوه الفكره كلها ايه؟
هو ايه اللي خلى الكون ينزل يوصل 100%؟ قلت له انت قلت لك لا بس كده تاخد الكاب باك بوكس. قلت لك انا ما اعرفش اللي فيها بس والله عامل قياسات. دخلت ساين ويف شفت اللي خارج قصه اللي خارج ماجنتيود امبليتيود وفيز ورسمت ولقيت ان انا لما بدخل مع الفريكونسي امبليتيود معين بيطلع لي امبليتيود وبعدين لما ازود الفريكونسي الامبليتيود بيسقط كده وفي نفس الوقت لقيت هنا فيز معين كان زيرو يعني ان فيز وبعدين زودت الفريكونسي لقيت الفيز بيسقط كده 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 ده ناقص 90 ناقص 180 ناقص 270 حد يقول لي السيستم ده في كام كور؟ في ثلاثة كورس. طب ازاي لما هو بلاك بوكس ومحدش شايف اللي جوه؟ ايه اللي خلاك تقول ثلاثة كورس؟ لأن كل كور بيزيد 90 درجة. ها؟ أنا قلت لك اتش بس اللي مش معمولة دي بلاك بوكس. لو هي عاملة كده واحد زائد اس على أوميجا بي 1 واحد على اس زائد أوميجا بي 2 كل واحد من ده هل ينفع يديك كل كور؟ ينفع يديك أكتر من 90 درجة؟ ودي اسمتوت عند الناقص 72 ان في 3 كورس صح؟ ما انا عرفت ان هو 3 كورس افرض ان انا شفته كده نازل كده نازل كده طالع تاني ونزل تاني واستقر على الناقص 180 يبقى في 3 كورس واحد زيرو لان رجع طلع صح؟ وكنت هتشوفها هنا نازل ناقص 20 وبعدين ناقص 40 وبعدين طلع تاني ناقص 20 عشان الزيرو وبعدين نزل تاني عشان وهكذا تبدا تقعد تلاقي وتشوف الكورس ليه بقول لك الكلام ده؟ اسمعي يا مهندس بيقول لك والله هو السيستم بتاعي لو كان في كل واحد بس كان هيبقى ستيبل. طب افرض عندك اكتر من كول يبقى ستيبل ولا لا؟ فالاجابه هنا ايه؟ لانه بيقول لك والله اعمل لي كول هينزل ناقص 90 وبعد كده هتجيلي كول ثانيه تبدا تشد لتحت عشان يبقى ستيبل. ها شوف الكلمه اللي قولها لك عشان يبقى ستيبل ابدا عند الكول الثانيه. ليه؟ هقول له لو سمحت اديني فرصه تنزل الزيرو. اول ما تنزل الزيرو خلاص ما يهمنيش تقعد تطلع 10 كورس وتقعد تنزل 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 عمالة ايه تكبر تكبر تكبر. مين قال لها الطريقة أحسن؟ قال لك أنت قلبت
بإيدك تجبره إنه يبقى دوننت. أول خطوة حاول تقلل الفولز
استخدم هذه الدوريات في المراعي. لما تيجي بقى تمسك كل منهم اللي هو الدوريات، ولو قدر الله او هو يقتضي الامر فعلا انك تقبل التخصص فيه بحيث ان يبقى دوريات عشان يبقى الفريكونسي معينه بتديك الايه؟ البيك مدور
that response. The back is more narrow, straight diagonal, and then even more first order system. The whole straight diagonal, meta, the big second order of that was less ahead. That was more than Ta'bayah. لكن بعد ذلك دخلنا محطة الخط ماشي في الديك الكلام تمام؟ يعني نروح نسأل كان نسأل عنده سؤال اسأل طيب صراحة مش فاكر هو في طبعا نبي ما بين الزيتا والفيز مارج لكن الفيز مارج اللي هو 45 هتلاقي الزيتا في حدود عندي هنا VB2 وعندي كباسيتور هنا صريح
ممكن يشنط الطياره، وبالتالي خد في اعتباره في فور سيفتي هاند. ماشي؟ فهو هنا بيقول لك ان انت عندك كام فور؟ ثلاثه فور. الكل عند اكس او واي رقم واحد، الكل بتاع الدايركت كونكتد اللي هو الكل عند النقطه A، والكل اللي عند النقطه N، وبوث الباتس دول هما الاثنين كمان لما يجمعوا هيضربوا الكل الرابع اللي هو الاساسي اللي هو الكل عند الاب واحد على الاب. طبعاً هو هنا في زيرو بأخذوش اعتباره المطلوب لنبقى اعتباره في المواجهة بس هو ايه المواجهة بس بتاعه اعتباره في زيرو بس ايه معنى طبعاً خلينا بس ناخد ايه example ده كأني بقول لك خد a four core system بشكل الأول اهو قال four cores عمل الفوركورس دول هتلاقي انه الفلوس هينزل كذا مره لغايه هينزل تحت خالص. ماشي؟ ده هيديك الايه؟ المنظر ده. ومفروض ينزل ناقص لو هو فوركورس هينزل ناقص 90 ناقص 180 ناقص 270 ناقص 360. لكن لما تاخد الزيرو معاك هتلاقي استقر عند ناقص 270. المهم خد سيستم زي كده حصل لقى ان الدنيا مش ستيبل، عشان يخليها ستيبل خد عمل ايه؟ زود الارت السي ال، زود السي ال. لما زود السي ال خلى كل الاوتبوت بدل ما يروح هنا خلاها هنا. ده عمل ايه؟ قلت ماشي انما لسه الكل وان كان في كوستات بقى
يعني دي مشكلة يعني تفضل الخبر وتفضل وبالتالي there are more problems, more parasitics. هو يظل دايما هيبقى عندي more problems. بس هيبقى عندي more parasitics لازم ابعدها بعيد. ماشي؟ one dominant pole push other poles after the omega dx. المقطع اللي جاي عندها الدومين زي دي دي يعني ملتي جين فريكونسي. أو الجين بالانس فريكونسي. السؤال هنا نخلي أي واحد بوينت. السؤال هنا نخلي أي واحد بوينت. Capacitance, force, and then the E, and
لا أو مرة ثانية فاسس مني أو إذا هو إنبوت بتاع السكند ستيج تفسس وصل من الإنبوت الأول بتاع السكند ستيج مين أكبر واحد في الأربعة؟ هو هذا واحد فهو إزاي؟ فسيج جديدة بيبقى يعني تب أو ربع أو كونس سيريس بس هو أكبر واحد لأنه ما هوش وصل من الإنبوت الأول وصل من الإنبوت الأول وصل من الإنبوت الأول بتاع الفضل لما يبقى واصل كده هينزل هيبقى الكباسس اللي انت بتشوفه هنا سي مضروبه في الجيم ينزل بمدى تقدر تنزله هنا كده كتبسيط الكباسس بيساوي سي مضروبه في الجيم ارسم بقى سي جي سي اللي انت شايفه في الفتره لكن الضغط الجيم بتاع السكن سي اللي ممكن من 10 20 او 30 لان ده اكبر مشكله عندي ليه انا عمال الف وادور هذه هو ترجع تاني عندك ار اوتبوت دي مثلا خمس مرات الار اوتبوت اللي هنا وسي اي مش صغيره دي مش صغيره لانها سي جي دي مضروب في جي فالسكن بتاعك ده متعب جدا علشان تحقق اللي انت عاوزه ده لازم تخلي الصيانه كبيره جدا جدا جدا. فواجه اللي خدته بيقول بس كده بقى. هنا في سيره الكلام وايه الكلام اللي عن الكلام انا عندي كود كبير. بتستخدمه مش انت عمال عايز تكبره الكود وعايز تكبره طب ما تبدا بالكبير وتكبره. ابدا بالكبير. دي الحل الاخر بدل ما نعمل Thank you.
مبروك الجيم. قال لي الجيم بتاع الرقم كله؟ لا ها؟ قلت له بس الستيج. خلاص؟ الجيم المينر كاباسيتيز. ده عايز يعمل لك الكبده تنزله هنا بينر وتنزله هنا بينر. هينزل هنا مبروك الجيم هنا هينزل زي ما هو تقليل. فاخد بالك ازاي؟ يديك الايه؟ الكاباسيتيز. وقتها بقى اقول للفورد في الفورد تلاقيه هنا كده هنا الفورد في المنطقه بالشكل ده اللي هي ار اس او ار او 1 التخصص اللي شايفها هنا اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي سي اي زائد سي سي مضروب في الجيم. ده يديك الفيرست فورد. ده اصبح الدومينانت فورد. ده اصبح الدومينانت طب والكل هنا لما نسوي حاجه تمام كده؟ مفهوم؟ مفهوم؟ لا الكل حد عنده سؤال في المسائل دي؟ ها؟ احنا عملنا ايه؟ حد يقول لي عملنا ايه؟ طبعا الناس كتير بتتكلم طبعا اسالني شركه معاك شركه معاك عملنا ايه هنا؟ حد يشرح عملنا ايه؟ احنا في عاملين الاثنين الدوميننت فور يا جماعه لو سمحت خليكم معانا عايزين نكريت الدوميننت فور عشان نكريت الدوميننت فور لقينا ان احنا نعظم الميلر افكت. يعني ايه نعظم الميلر افكت؟ انا عندي سكند ستيج وده هو رسم دايره تشبه دايره الاوليه اللي بتتعمل دايره الاوليه اللي بتتعمل دي. يعني عندي هنا سكند ستيج سؤال اولاني مثلها بالكامل الاوردر بتاعها ودخلها على السكند ستيج. فدي مفهوم وبيعظم الميلر افكت. بدل السي جي دي اللي عنده هنا بقى عنده سي جي دي زائد كباسيتس هو حاطه بايده اسمه سي سي هو حاطه بايده اصبح من الكباسيتس اللي شايفها هنا تساوي مجموع الاثنين دول او تبقى النتيجه بتاعت السي جي دي كتير هتساوي ده مضروب في الجيم بتاع السكس هو ده من الكباسيتس اصبح شايف كباسيتس كبيره كانه شايف كباسيتس كبيره دي اللي قاعد كانه شايفها كده ماشي ده اللي بيبقى الكباسيتي اللي شايفها النقطة دي بالإضافة طبعا للسي إي ده يبقى كل هنا كام؟ الكباسيتي مضروب في الريزستنس اللي شايفها، شايف الريزستنس كام؟ ما لا نهاية فرق مع أرس، يعني شايف أرس يبقى ده الكود بتاعي ده الكود بتاعي الدومينانت أنا سألت في حاجة بتوقف السلايد ولا إجابة في كذا حاجة بتوقف السلايد في كذا حاجة تاني حاجة الكل مرتين كام؟ تالت حاجة ايه التايتل اللي محطوط ده؟ ايه حكاية الكود سبيتنج؟ ماشي؟ دي حاجات مش واضحة في الصراحة. تاني الرسمة الرسمة تاني واحدة أنا عندي تو سبيتنج وكام وفي حاطط بي سي سي ما بين الانبوت والاوتبوت. حاطط بي سي سي ما بين الانبوت والاوتبوت وبنزل السي سي ده بالليفر. أول حاجة إيه المعادلات اللي هنا؟ المعادلات اللي هنا دي سكت وقت ما تحط في البيت ترجع تحلها. تبص عليها في الكتاب بره. تحل بقى إيه؟ سمول سيجنال موديل، ما تعملش التقريب. التقريب ده تقريب إيه المحاضرة اللي فاتت المحاضرة دي لما تديك دايرة ولا تديها كام كول تقول لي هنا كول وهنا كول وهنا كول وتروح كاتبهم وتجمعهم كل ده تقريب بنعمله كل ده تقريب صح انك تحط سمول سيجنال موديل وتحل خمس مرات في خمس مراجيح وتحطها على سبيشال ده الصح. هل بيطلع زي التقريب؟ بيطلع مختلف لكن التقريب از ا فيري جود انديكيشن وبيفهمك ان هو ماشي ازاي.
وانت عملت حاجه مظبوطه هتعرف المعادله دي بتاع الفيرست كوين. قولي وجهه ان انت قربت الحاجات ماشي، يعني خد بالك الجي ام 9 ار ال ده ايه ده؟ ده الجيم بتاع السكند ستيج جي ام ار ال. ولو المنطقه هتنزل بالليل اهي واحد زائد الجيم اهو. لو انت حضرتك دي ام ار ال ده كبير تبدا تهمل حاجات هتعرف تقريبا بسبب الكلام ده بسبب جي ام ار ال. الحاجه الثانيه هنا المعادله دي لو تيجي تلاقي حاجه مظبوط جالس ال
الفريكونسي الشكل ده عشان اخد المحاضره حد يفسر لي بقى على المحاضره ازاي حد يفسر لي على المحاضره ازاي هذا الشيء الكلايمكس بتاع المحاضره الجمال الامر والكلايمكس جمال الامر والكلايمكس في الايه الكلمتين دول حد يفهم ايه اللي حصل انا ما شفتش خروج طيب اسمها كول سبليتنج لا اصبر كول سبليتنج حصل ازاي؟ قول شكرا صغرت الصغير وكبرت الكبير يعني حطيت السي سي لا مش شرط حطيت السي سي الفورم اللي عندي ايه؟ الكاباسيتنس اللي عندي ايه؟ زادت بمنه الكور الصغير او الكور الكبير اللي هو صح الفكره الصغيره كده بقى عن الفكره بتاعت الصغيره بقى حطيت السي سي الفاسس العادي زادت وبرضه نتيجه نفس السي اي اوتبوت ريزيستنس عن الكور اللي بره عن الفكره العاليه صغرت حطيت السي اي اشرح ايه اللي حصل كبرني حطيت السي سي كبر السي اي الفول الصغير صغر اكتر وفي نفس الوقت نفس ده السي اي خلى العرق اللي كنت بشوفها في الخارج تحولت لواحده على شيء امن حطيت واحده امن صغر الصغير وكبر الكبير بعد الفيروس الفيروس اللي قرر بالصفر صفر اكتر خدمني والفيروس اللي قرر بعد اكتر خدمني يعني ايه ضرب عصفورين وسميها كور سبيتنج كور سبيتنج خط امن التو كورز التو كورز اللي كانوا هنا حط السي اي السي سي الفور ده راح داخل يمين عند لور فيكس والبول بارازيتك ده دخل شمال عند لور فيكس وانا كده خليته وراح تسوي كده ماشي تمام كده